السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة. بعد مرور أكثر من عام على القتال بين قبائل التبو والطوارق في الجنوب الليبي وما خلفه من سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عدد من العائلات، اليوم رجحت كفة الحوار في حسم الصراع بين طرفي النزاع، حيث وقع التبو والطوارق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اتفاق سلام نهائي لوقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم، اتفاق لاقى ترحيبا من أهالي وباري وعدد من المتابعين للشأن الليبي والذين دعوا إلى تدعيمه لضمان عدم خرقه من أي طرف. فعلى ماذا ينص تحديدا اتفاق الدوحة بين أطراف الصراع؟ ما الذي سيحصن هذا الاتفاق ضد أي اختراق؟ وما التداعيات المحتملة للاتفاق على مسار المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا. يحضر معنا في الاستوديو عضو الوفد المفاوض عن الطوارق السيد مصطفى حمادي، أهلا بك. كذلك معنا عضو الوفد المفاوض عن التبو محمد سندو، أهلا بك معنا. ينضم إلينا في سياق حلقة اليوم عبر الهاتف آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال التريكي، وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة سالم مادي. أرحب بكم جميعا ضيوفنا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع معكم هذا التقرير. بعد صراعات استمرت 14 شهرا بين قبيلتي التبو والطوارق بمدينة أوباري راح ضحيتها أكثر من 300 شخص، وبعد محاولة تهدئة لم ترى النور على امتداد أكثر من سنة توج الحوار بين المكونين الأساسيين في أوباري بتوقيع اتفاق نهائي برعاية دولة قطر. هذا الاتفاق كان ثمرة جهد 4 أيام من المفاوضات بين التبو والطوارق في مدينة الدوحة، ونص على وقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة أوباري وفتح الطريق العام وعودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم. اتفاق التبو والطوارق نص أيضا على تشكيل قوة محايدة من قبيلة الحساونة للتمركز في جبل تانتي أحد مناطق النزاع بين القبيلتين، وتشكيل لجنة تتكون من 10 شيوخ من التبو والطوارق للتواصل مع هذه القوة للمحافظة على الأمن. اتفقنا على أن تكون هناك جهة محايدة واللي هي قوة من أبناء الحساونة هي اللي تتمركز هذه النقاط اللي هي جبل تاندي والمعسكر تاندي، هذين النقطتين أساسيتين اللي تمركز فيها القوة المحايدة. بعد توقيع هذا الاتفاق أكدت جميع الأطراف أنها ستتوجه لتنفيذ بنود الاتفاق، وقالت أن البداية ستكون بتوعية أبناء مدينة أوباري بضرورة تقديم تنازلات من أجل المصالحة وحقن الدماء بين القبيلتين وتهيئة الأرضية لاحتواء أي أزمات قد تحدث. اتفاق الدوحة شدد في أحد ملاحقه على تشكيل لجنة فنية لمتابعة خطوات تنفيذ بنود هذه المصالحة وضمان عدم تعرضها للاختراق، ودعت القبيلتان المدن المجاورة لأوباري وخاصة سبها إلى دعم الاتفاق لإطفاء نار الفتنة في منطقة الجنوب. سنذهب إلى الميدان، هذا هو الميدان، لمحاولة يعني تجنيب المنطقة من مآسي أكثر ما رأت من مآسي سابقة يعني. وايضا نطلب من كل الليبيين زي ما قلت في السابق ان يساهمونا في دعم هذا الاتفاق. اتفاق الدوحة الذي ياتي تتويجا لجهود عدد من الاطراف من الداخل والخارج قد يجنب المنطقة مزيدا من الويلات باعتباره اتفاق نهائيا يمهد لاحلال السلام بين التبو والطوارق، وجاء استكمالا لاتفاق حسن النوايا الذي تم توقيعه في بروكسل في يوليو الماضي، وطالبت القبيلتان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الجوار بدعم اتفاق الدوحة حتى يعم الاستقرار كامل المنطقة وليكون درسا لجميع الليبيين على حد تعبير القبيلتين. إذا نبدأ الحوار معك سيد حمادي، ما أبرز النقاط التي تضمنها هذا الاتفاق؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا نشكركم كإذاعة أهلا في ذي الحرار على متابعتكم لهذه الأحداث. طبعا الاتفاق واضح في مجمله، هو فقط وقف إطلاق النار وجنح السلام بدل القتال في النهاية كمبدأ السلم، هو الطافح في الآن بعد تحقيق هذه المصالحة والتوقيع عليها. نحن الآن نتمنى أن نرجع إلى أوباري و
ونبدأ بناء مرحلة جديدة ألا وهي البناء والتنمية وبناء مؤسسات الدولة. هو هذا الاتفاق في مجمله كهدف. طيب سيد ساندو، يعني هل ترون أن هذا الاتفاق سيتمكن من تقديم حلول لكافة النقاط العالقة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا نشكر قناة ليبيا الأحرار ومشاهدي قناة ليبيا الأحرار والجنود المجهولين وراء الكاميرات. طبعا اليوم تم توقيع على اتفاق السلم والمصالحة بين قبيلة التبو وطوارق بعد حرب دامت 14 شهرا سقط فيها عديد من القتلى والجرحى، وتم تدمير المدينة، بنية تحتية للمدينة، مباني المدينة، وأصبحت مدينة أباري، مدينة أشباح، مدينة منكوبة. نزح أغلب سكان هذه المنطقة، أصبحوا مهجرين، طبعا يعانون من شظف العيش ولا مأوى لهم. طبعا حرب مأساوي بمعنى الكلمة، وبفضل الله اليوم طبعا توصلنا إلى وقف هذه الحرب وانطلاق نحو السلام، لأن السلام مطلب طبعا إنساني. أن الله أمر بإفشاء السلام. السلام حيث اختار الله لنفسه اسم السلام، وتحية الإسلام سلام، ونختتم صلواتنا بالسلام. فندعو كافة أهالي منطقة أباري والمناطق المجاورة، يكفينا قتال، يكفينا تشريد، يكفينا التدمير، حان وقت للسلام، حان الوقت لننطلق نحو بناء. بناء على هذا الاتفاق. بناء اسمح لي أن أنتقل إلى السيدة تريكي. سيدة تريكي، من جانبكم في القوة الثالثة، كيف ترون هذا الاتفاق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على مواكبتها لهذه الاتفاقية. وما نقوم به كقوة ثالثة لتأمين الجنوب هو بالإشراف على هذه الاتفاقية بالتعاون مع كافة أطراف الجنوب لإنجاح هذه الاتفاقية، والتي تعتبر النواة الأولى لبث الأمن والأمان في الجنوب الحبيب. طيب أنتم كقوة ثالثة موقفكم تدعمون هذا الاتفاق؟ نحن نقوم بالإشراف على هذا الاتفاق وبالدعم الذي نستطيع به أن نقدم هذا الاتفاق لإنجاح هذا الاتفاق. لا يتم الاتفاق وإنجاحه إلا بتعاون أهل الجنوب بصفة عامة، سواء من سبها، سواء من أباري، سواء من غاد. طيب سيد مادي، إذن ما موقف مجلس أعيان ليبيا للمصالحة من الاتفاق، خاصة وأنه كان راعيا لعديد اتفاقيات السلام بين التبو والطوارق في وقت سابق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولبرنامجكم، وتحية للقناة ومن خلالكم إلى مشاهديكم. بداية أشكر هذه القناة لإتاحة هذه الفرصة لتوصيل الرأي، وخاصة في هذا الاتفاق الذي تم اليوم. نحن نباركه ونبارك أي خطوة من أجل رأب الصدع ووقف الاقتتال ووقف النزيف والعمل من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وأيضا الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. أعتقد أن هذا الاتفاق هو مبارك فيه إن شاء الله، وأتقدم بالشكر الجزيل للمشايخ الذين عملوا واجتهدوا وعانوا في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق. التبو والتوارق
هم جزء من الشعب الليبي والذين يعيشون على المنطقة الجنوبية. أعتقد أن تاريخيا هم ليس بينهم أي عداء، وأنهم كانوا متآزرين متوافقين في حياتهم وفي معيشتهم، إلا أن الظروف التي نعرفها جميعا هي التي ساهمت في تغذية هذا الشقاق وهذا الخلاف، ولا يوجد أي ترسبات سابقة. نحن نؤيد هذا الاتفاق ونثمن عليه وندعمه، وهذا طبعا مبدأ مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، هو دائما من البدايات يعمل من أجل رأب الصدع والوصول إلى حل المشاكل من خلال طاولة الحوار أو من خلال مجلس الحوار وجلسات الحوار. طيب سيد حمادي، يعني بعد محادثات استمرت نحو العام الآن في الدوحة، اليوم يوقع هذا الاتفاق، في كمكون لأطوارق، ما الذي يعنيه لكم هذا التوقيع؟ يعني الكثير، يعني الجدية، نحن هذا نتاج جدية وإرادة صلبة فعلا. بعد سنة وشهرين وأكثر تبين فعلا لقبائل التب والطوارق الاثنين هم المعنيين بالاتفاق ومن عدمه على قناعة. فحين أتت النخب الاجتماعية اللي موجودة الآن ترأس هذه المفاوضات ونخبة شبابية على يقين دائما أن هو هذا الاتفاق هو المرحلة الأخيرة وهذه النهاية، تقاتلوا فعلا تبوا وطوارق واعترفوا بذلك أمام العلن، الآن وقفوا للسلام هم أنفسهم، بحثوا للسلام إلى أن وجدوه. طريقتهم للسلام طريقة الرجال نفس القصد، أتوا للسلام ليتفقوا على ما بينهم. الآن هم المعنيين بتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع قبائل الجنوب. التب والطوارق ليس لوحدهم، هناك قبائل الجنوب محيطة في بيئة، البيئة نعتقد أنها الآن بيئة مهيئة. نحن نتكلم على الآن على 100,000 مواطن في الجنوب أباري بالكامل يمسهم هذا الاتفاق، 400,000 450,000 على المستوى الجنوب يمسهم هذا الاتفاق، تضرروا من هذه الحرب، لا ليس لهم إمكانية ممكن للمساعدة في الحل، فقط الآن لديهم إمكانية في الدعم لإيجاد هذا الحل للتوافق. نحن وصلنا إلى توافق الآن بقناعة، ووصل التب والطوارق بقناعة للحل. تبقى باقي التفاصيل أخرى دقيقة، ليست معنية كثيرا، لكن نتمنى بالإعلام أيضا، لأن هناك نحن نعرف أن المنطقة نفسها تتأثر، ليبيا كلها تتأثر بهذه المعنية. يباري ليس جزء من ليبيا، وهذا نؤكد عليه حينما حللنا حينما ذهبنا، نحن كتب وطوارق جزء أصيل من ليبيا، تمنى الحدود الليبية مكتملة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب كاملة، نحن نمثل ليبيا هنا، نمثل جزء من ليبيا، وأيضا بنقطع الطريق أمام كل من يتسبب سواء كانوا لمصلحة شخصية أو مصلحة إيديولوجية أو سياسية لمحاولة اللعب على هذه القبائل. هذه القبائل اللي أنوعت بعد سنة من القتال، إنما ليس بمصلحتها أن تكون يد لدر فتنة أو خراب ليبيا، بالعكس نحن ليبيا نطلب المواطنين البيئة المحيطة بها وهي بيئة حاضنة للسلام، سواء الجنوب كامل نعرف جيدا أن الجنوب كامل حاضن للسلام، نتمنى أن يلتئم معنا الجنوب ومن تم تلتئم معنا ليبيا شرقها وغربها لدعم هذه المسيرة. ما هي مسيرة؟ مسيرة تحقيق السلام على أرض الواقع في الجنوب الليبي، ابتداء من أباري ومن غات تحديدا كنقطة حدودية إلى أن تصل لسبها، ومن تم الانطلاق إلى باقي الشمال. لكن الخطوات اللي الآن الآن ما بعد الهل، اتفقنا نحن كتب وطوارق في اتفاق على إيجاد خطوات آلية لتنفيذ هذا الاتفاق داخل أباري، وأيضا نتمنى من سواء كانت الحكومة الليبية البرلمان والمؤتمر والحكومتين القصة يذهبوا في اتجاه هذا. نحن انتجنا هذا الاتفاق من نخب اجتماعية، نؤكد على هذا، ليست لها مصلحة إلا الالتقاء الاجتماعي، اللقاء الاجتماعي. طيب هذا الاتفاق سبقه العديد من الاتفاقات سيد صندو إلى أنها لم ترى النور، ما الجديد الذي يطرحه اتفاق اليوم؟ طبعا اتفاق السلم والمصالحة الذي تم توقيعه في دوحة اليوم ينص أولا على وقف فوري لإطلاق النار وعودة المهجرين وإخلاء المدينة من مظاهر المسلحة
وفتح طريق العام من سبها إلى غات وإزالة جميع البوابات على هذا الطريق. طبعا ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق هو وجود قناعة لدى الطرفين بأن هذا الحرب الرابح فيه خاسر، حرب ليست لديها أي أهداف. طبعا أنا نقول أنها فتنة وقعت بين المسلمين وبين الإخوة الأشقاء، كانوا بالأمس وفي الماضي معا وسويا في الصحراء يتعاونون مع بعض. الآن الطرفين وصلوا إلى مرحلة يجب أن تقف هذه الحرب، وبرادة أبناء القبيلتين إن شاء الله نعتقد أن هذه المرة جادون لتحقيق السلام في هذه المنطقة إن شاء الله. طيب سيدة تريكي، الاتفاق نص على وقف اطلاق النار والقضاء على كافة المظاهر المسلحة، كذلك عودة النازحين إلى بيوتهم. الآن فيما يتمثل دور القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب لتنفيذ بنود الاتفاق؟ دور القوة الثالثة بالنسبة للجنوب هو الإشراف على القوة التي كلفت من الطرفين بتأمين المناطق التي موجودة فيها القوة التي كانت تقاتل بالأمس، واستلام المواقع والإشراف على الإمدادات من ناحية التمويل لهذه القوة، والتعاون الأهالي من داخل منطقة باري بعد رجوعهم إن شاء الله، وتوفير ما نستطيع له لاطمئنان الأهالي بهذه الاتفاقية. ضروري أن يلتمسوا شيء معين، وهو فتح الطريق ووصول الإمدادات عن طريق الرابط من سبها إلى أوباري. طيب سيد مادي، كيف يمكن لهذا الاتفاق إذن أن يحفز جهود المصالحة في المنطقة بشكل عام؟ أعتقد ما تفضل به الإخوة الشيخ محمد وأيضا الشيخ حمادي أن الاتفاق هو يعني على الذين قاموا به هم قوة اجتماعية، وهم على قناعة تامة أنهم وصلوا إلى 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 فهم عميق على أن الحرب هي دمار للجميع، وأن الحل يجب أن يكون حل سلمي اجتماعي. أعتقد هذه القناعات إذا هي ترسخت، وهي ستترسخ إن شاء الله بين الإخوة في هذه المنطقة، بين إخوتنا في هذه المنطقة، ليعيشوا وليتعايشوا ويفصلوا ما بين التعايش والمعايشة والعلاقات الاجتماعية بينها وبين الرؤى السياسية والتي تتدخل من هنا وهناك لغرض من الأغراض. أعتقد أن هذه القناعة التي سمعتها من الشيخ محمد على أن القوى الاجتماعية هي التي أدركت هذا، وهي تعمل على تجذير وتعميق هذا الفهم، هو الضامن الحقيقي للتعايش ما بين أهلنا في هذه المنطقة، ولا يوجد أي سبب آخر يجعلهم أن هم يختاروا توجه آخر. توجه الصحيح هو أن احنا جميعا في كل مناطق ليبيا، ليس فقط في منطقة الجنوب، علينا أن نفرق بين الصراع السياسي والعلاقة الاجتماعية والتعايش السلمي ما بين المجتمعات، بين الجموع، بين أهلنا وناسنا، لأن مصالحنا كلها مرتبطة ببعض، علاقاتنا مرتبطة ببعض، نحن لبعض، نتعلم لبعض، نفرح لبعض. كل هذه الأشياء، كل هذه القيم النبيلة الاجتماعية يجب أن ترسخ، وهي الضامن الوحيد للوصول إلى نقطة نتفق عليها ونبعد كل الشرور وكل المؤامرات التي تأتي من هنا أو من هناك نتيجة لصراع أيديولوجي أو سياسي معين.
طيب سيد حمادي، الآن السيد مادي يعني تحدث عن ضوابط اجتماعية حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن ما مدى إلزامية الاتفاق لأطراف الصراع على الأرض حتى تنفذ هذه البنود الواردة في اتفاق اليوم؟ أنا ذكرت الواعز الاجتماعي أو الإرادة الاجتماعية اللي أتت فعلا للدوحة وقررت، هي انبحثت رأت في نفسها يعني على قناعة بعد إراءة سنة وشهرين. أنا في البداية حتى نشكر كل من ساهم، فحاول يساهم للصلح، قبائل أتت كثيرة وحاولت ساهمت، أخرهم جبل نفوسة أتى واتفقوا ووضعنا أسس الاتفاق مبدئيا. لكن الآن في الدوحة حين أتوا المشايخ والشباب زي ما قلت في السابق، يعني معنيين كمشايخ وشباب، لأن هم اجتماعيا احنا حصرناها بشكل اجتماعي، الصراع بين قبائل الطبو والطوارق، الوقود فيه قبائل الطبو والطوارق، الضحايا فيه قبائل الطبو والطوارق، تدمير البنية التحتية كلها تخص قبائل الطبو بإضافة إلى البيئة المحيطة بهم كلهم كمنطقة. يعني الخاسر الأول هو الطبو والطوارق في هذا الصراع، هذه قناعة لأن عن كل طفل تسألهم لماذا تقاتلون بعضكم الآن، ما في حد يجاوب يعطيك إجابة صريحة. أنا حق للأمانة الآن حصل ما حصل بعد سنة والحمد لله وصلت القناعة لغالبية الناس. يجب الآن ننطلق من حيث بدأنا، ننطلق للمصالحة لتجسيد هذا الواقع، واقع الصلح. كيف تجسر واقع الصلح؟ للالتفات حول التنمية، للجذب الشباب في مشروع التنمية ليبيا، وأيضا للمسؤولية، لازم نشترك في المسؤولية كشباب هناك كلهم فيما يخص لبناء المؤسسات. طيب في هذا السياق إذن يعني هل تتوقع رد فعل إيجابي للأطراف على الأرض تجاه اتفاق اليوم والتوقيع عليه؟ ليس هناك رد للفعل يكون فعل إيجابي. ليش؟ لأن هناك قتال لمدة سنة لم يتدخل أحد، لم يستطيع أحد يتدخل ليطفئ هذا القتال، فقط هناك صراعات سياسية نحن وقودها، يجب أن نعترف هكذا. الجنوب الآن كان آمن، الجنوب يجب يكون آمن، نحن قبائل الطب والطوارق نتحمل الصحراء غالبيتها سكان صحراء من عند الأزل، وأنتم تعرفوا جيدا جارين في الصحراء، فليتبقى لو بقى تلقي واحد وتبقى واحد حيعيشوا مع بعض بعد هذا القتال. الآن وقف القتال، لن أذكر ندخل في باقي المسببات لأن نرجع الخلف، الآن يهمنا وقف التنفيذ فعلي لكيفية تنفيذ المصالحة والاستفادة. بحديثك إذن على الاستفادة، اسمح لي أن أنتقل بهذه الفكرة إلى سيد ساندو، كيف بالإمكان استثمار هذا الاتفاق اليوم؟ طبعا قبل الإجابة على سؤالك، طبعا احنا آلية التنفيذ الاتفاق على الأرض يتمثل في أولا دخول قوة محايدة، والقوة هذه من أبناء قبيلة الحساونة، واستغل هذه اللحظات وأشكر هذه القبيلة لأنها قبيلة على مسافة واحدة من جميع القبائل وليست لديها أي إشكالية مع أي مكون من مكونات الجنوب. هذه قبيلة حاولت أن تتوسط لحل هذا النزاع، وطبعا التقينا بهم مرات عديدة لحل هذه المشكلة، والآن القوى المحايدة من هذه القبيلة، هذا يعطي اطمئنان للطرفين للاستمرار في تنفيذ الاتفاق. النقطة اللي بعدها طبعا يتم تشكيل لجان من الأعيان ومن شيوخ القبيلتين بالتعاون مع هذه القوى المحايدة التي ستدخل إلى منطقة أباري، وأيضا طبعا بالإضافة إلى هذه النقطتين طبعا هناك استعانة بأهالي منطقة أباري، خط أباري، وأيضا بشكل عام كل قبائل التبو وطوارق سواء في القطرون أو في المناطق المجاورة سيتم استعانة بهم في تنفيذ هذه الاتفاقية. طبعا سؤالك كيف سيتم استثمار هذا الاتفاق لصالح التنمية كما وصف سيد حمادي في المنطقة، في منطقة الجنوب الليبي؟ طبعا نأمل أن
تنفذ هذا الاتفاق، وبعد ما يتنفذ هذا الاتفاق طبعا السلام مطلب رئيسي لتنفيذ أي مشاريع تنموية، ويجب أن نستمر في السلام حتى نصل إلى نضع خطط ونستغل فترة السلام في إعادة بناء منطقة أوباري ومن ثم الجنوب. وأنا أعتقد أن لو نجحنا في هذه المبادرة حيكون ينعكس هذا النجاح على مستوى ليبيا ككل. طيب إذن سيد التريكي، هل يتضمن الاتفاق آلية واضحة لدور القوة الثالثة بما في ذلك الدعم اللوجستي، خاصة وأنكم اشتكيتم من نقص الدعم اللوجستي في هذا السياق في وقت سابق؟ والله القوة الثالثة مع بالموجود، احنا دخلنا بالقوة الآن الحساونة في مهمتها مهمة تعتبر كإشراف على أي خرق من الاتفاق، ونطلب من الله أن ما يكونش أي خرق من أي طرف من الأطراف. وبالنسبة للدعم هذا الدعم المادي، الدعم المادي أهلنا في قطر، هذا بين الحكومة في قطر وبين الحكومة المؤتمر الوطني في ليبيا، هذا حيتم الاتفاق مع الدولتين. نحن بالموجود حنبدأ وإن شاء الله ربي يبارك هذا الاتفاق، ونطلب من الله أن يوفقنا في هذه الأمانة التي كلفنا بها. طيب بالموجود على الأرض، هل هنالك تنسيق بينكم وبين رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني إذن؟ هذا يتم فيه بعد الرجوع إلى أرض الوطن. طيب سيد مادي، ما الدور الذي قد يلعبه مجلس أعيان ليبيا المصالحة في تنفيذ اتفاق اليوم وضمان تنفيذ كل بنوده؟ بالتأكيد أن أعضاء مجلس أعيان ليبيا في منطقة الجنوب هم ليسوا ببعيدين عن كل ما يحصل من تواصل ومن جلسات ومن محاولة لرأب الصدع والتوفيق ما بين المتصارعين والمتقاتلين. أعضاء من المجلس أعيان ليبيا موجودين يعني في كل، ولذلك نحن باستمرار على تواصل وعلاقتنا مباشرة مع كل الأطراف أطراف الصراع. ولذلك نحن يعني كمجلس أعيان ليبيا للمصالحة هو موجود وحاضر، ونحن طبعا يعني سررنا كثيرا بالوصول إلى هذا. سيدتي أنا طيب يعني هل ترى أن هذا الاتفاق من شأن أن يمثل حل جذري للصراع بين مكونات التبو والطوارق؟ أنا أعتقد الآن يعني فرصة تاريخية لليبيين عموما، ليس فقط لمنطقة الجنوب، ولكن نحن الآن نتحدث عن منطقة الجنوب والصراع ما بين إخوتنا توارق وتبو. لابد من أن نشير أن هذه بداية وخطوة لترسيخ خطوات قادمة من أجل الوصول إلى حل شامل ومصالحة كاملة. الذي يزيد من تأكيد ذلك هو أن لم يذكر لنا التاريخ في يوم من الأيام أن هناك عداء ما بين أو تقاتل أو حروب ما بين التوارق والتبو. هذه تقريبا لأول مرة تحصل في التاريخ. كانوا مثل ما تحدث السيد حمادي، كانوا فرسان الصحراء، هم 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 يعني مشتركين في كل ما يحصل في تلك المنطقة، سواء بالإيجاب أو بالسلب. هم عانوا من الصحراء وضمنوا لنا الصحراء وحافظوا علينا على الصحراء إلينا، وهؤلاء فرسان ما في ذلك شك. وأعتقد أن تركيزهم على البعد الاجتماعي هو تركيز في محله، وهو الضامن أرى بعد الله سبحانه وتعالى وهمة الرجال من المصلحين والخيرين من الأعيان والحكماء ورجال الإصلاح لترسيخ هذا الاتفاق والوصول به إلى مصالحة كاملة شاملة
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في هذا. سيد حمادي، ما ردود الفعل التي وصلتكم من أوباري بعد التوقيع على هذا الاتفاق؟ بشكل طبيعي الردود حتكون إيجابية المجمل، يعني الردود إيجابية لأن الناس اكتوت بنيران الحرب واكتوت بالغربة واكتوت أيضا بالهجرة والتهجير وغيره، فالآن ينتظروا كلهم الرجوع. يعني أنا أقصد أيضا يجب أن نفهم أن حالة رجوعة الوفد بالكامل إلى أوباري لمنطقة الصراع تبوة وطوارق، سيتم إعداد الخطط كيفية التنسيق فيما بينهم، يعني أن هم الأقرب الآن للحل المشكلة. يعني الأي الآن مهما كتب على ورق لن يطبق إلا بالتنسيق مع الاثنين، نحن اتفقنا جادين لحل المشكلة. الآن موقيل في التنسيق في أي قوة يترخل القوة لن يتفقوا عليها اثنين، ترخل القوة ونتفقوا عليها كيف المناطق النزاع، كيف يتم السيطرة عليها، كيف النوايا الحسن. النية الآن هي نية الصلح للأمانة، نية الصلح من الطرفين، وأيضا يشاركنا فيها كل الليبيين، أخوتنا الليبيين، ونسأل الله أن 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 أن, أن يطفي نار الفتنة في ليبيا كلها، ويحاول أن تكون بادرة للصلح بين الليبيين، الإخوة الليبيين، القتال في الشرق والغرب وغيرها، والاقتتالات القبلية. لأن رأينا الآن في الصالح لما كنا في السابق في ليبيا، حاولنا نجلب قوة على سبيل المثال من أي مدينة ما لغرض حل المشكلة في مدينة ما أخرى، تجد قوة المدينة نفسها اللي بتطلع منها القوة هذه تقول لك أنا ما نقدرش نطلع قوة لأني أنا برضو خايفة من مشكلة داخل المدينة نفسها. الآن الليبيين أصبح القتال بيني. نتمنى أن النموذج اللي موجود الآن في باري الاجتماعي البحت، نقصد الاجتماعي البحت بدون أي إيديولوجيات، أن ينطلي على الكل الآن، ومن ثم ليبيا ترجع مؤسساتها. الحق لن ينسى لأي أحد، الحق لن يضيع، هناك مؤسسات تسترجع. متى ما استرجعنا مؤسساتنا الدولة التابعة للدولة، مؤسساتنا في أوباري والله مؤسساتنا في سبها، هي حتستطيع تكفل الحق لكل مواطن متضرر في هذا. نحن في ظل إذن ردود الفعل هذه الإيجابية، سيد ساندو كيف تعتقد أنه يعني أوجه انعكاس هذا الاتفاق على الوضع في أوباري اليوم؟ طبعا زي ما أكد الأخ مصطفى أن الناس الآن بعد 14 شهر من الاقتتال عانت كثير، يعني كلهم الآن مستعدون لقبول وضع السلام وخروج من هذه دائرة الحرب والاشتباكات والاقتتال، لأن طبعا فقدنا الكثير والكثير في هذه الحرب، والآن منطقة تنعدم فيها أدنى الخدمات زي التعليم أو الصحة أو المياه، وبالتالي يعني ردود كانت إيجابية على مستوى المنطقة وعموم ليبيا، لأن الليبيون ككل تعبوا من الحروب ومن إزهاق أرواح الناس، والآن يجب أن نعود كلنا إلى بناء ليبيا وإلى تجاوز المرحلة السابقة، ويجب العمل بجد وبإخلاص. وأنا من هذا المنبر أطالب كل أهل الجنوب في مساهمة في نجاح كخطوة أولى نحو سلام في الجنوب بالكامل ومن ثم ليبيا بشكل عام. أهالي الجنوب وتحديدا أهالي مدينة أوباري، كاميرا ليبيا لكل الأحرار رصدت ردود فعلهم حول توقيع الاتفاق بين طرفي النزاع في المدينة التبو والطوارق، نتابع معكم. فرحنا بالاتفاق في حالة أن الاتفاق طبعا يحفظ حقوق الناس واتفاق غير مزل. الاتفاق اللي صار اليوم احنا مرحبين به، وإن شاء الله يكون بادرة خير وتحسن الأوضاع. أتوقع أن يساهم في بعث الروح من جديد في المؤسسات التي تعطلت بشكل شبه كامل في أوباري. إن شاء الله يكون تأثيرها خير و يرجع الناس لحياشهم وتستمر الحياة في البلاد اللي لها سنة ونص ولا أكثر واقفة وسببت حتى في المشاكل على الجنوب كله، يعني مش أوباري بس. احنا نأيده في المصالحة، واحنا مؤيدين لأي حاجة تحقن دماء الليبيين الأخوة في الوطن. إذا سيد حمادي كيف تعلق على هذه الردود؟ أستمع فقط للردود، فعلا الردود نابعة من الشعور، فعلا هناك شعور بالمسؤولية، هناك أيضا شعور
إحباط نوعا ما، منطقة زي أوباري لا يوجد بينهم شيء، يتقاتلون على لا شيء، ومن ثم يضيع منهم كل شيء، وهذه مشكلة كبيرة فعلا. فنحن الآن نحن مسؤولين، يجب نرى في أنفسنا أن نكون بادرة خير إن شاء الله، نسعى كل السعي لإيجاد طريق وفعلا لتنفيذ وقف اطلاق النار هذا فعلا، وحقن الدماء، وكذلك كفانا اقتتالا، وكفانا تشردا، وكفانا أيضا الأطفال المشردين بدون مدارس. البنية التحتية الآن دمرت في أوباري بالكامل، أوباري منكوبة على أنها مجلس النواب من السنة تقريبا. هذا كلها حاصلته هذا الاتفاق. الاتفاق نأمل أن يتم. أيضا أنا أريد أن لا يفوتني أن أرسل رسالة لدول الجوار، أشكرهم فعلا للتعاون معنا. بعض الدول الجوار اللي تمثل أن منطقة أوباري منطقة حدودية، شئنا ما بين منطقة حدودية، والمنطقة الحدودية دائما لها تأثيرات جانبية، يجب أن تقل المنطقة الحدودية دائما يتحملها السكان، كان يفترض تتحملها الدولة. غياب الدولة في ليبيا وزر المنطقة الحدودية تحمل السكان. هناك عصابات تهريب، هناك عصابات، نعترف بهذا. الحدود مشكلة، حدود عابرة، حدود طويلة من غدامس إلى عند الكفرة، حدود طويلة، أربع دول هناك مشتركة في حدود. إما نشكرهم للتعاون معنا، ونأمل أيضا منهم أن يساهموا معنا في دعم هذه المصالحة. كذلك نطلب من الدول الاتحاد الأوروبي، من المبعوث الأممي الموجود الآن، ينزل لأرض الواقع. نتأمل منهم أن يدعموا هذا الاتفاق إذا أرادوا فعلا الصح. لكن نحن المعنيين بليبيا، وكل الليبيين يجب أن يعرفوا ذلك، هم المعنيين بها. المواطن الآن الذي يريد رغيف الخبز، والمواطن الآن الذي يريد ابنه يذهب المدرسة، والمواطن الآن لديه مزرعة، وليه تخيل مواطن لديه مزرعة من سنة ما شافهاش. طيب إذن كانت كبيرة. هناك ردود فعل يعني في التقرير الذي استعرضناه سيد صندو، كيف تعلق عنها؟ في مجملها عموما كانت إيجابية. طبعا ردود الآن حاليا من طرف واحد، طبعا ردود اللي شاهدناها توا على القناة، ونامل أن نشوف حتى ردود من الطرف الآخر. أعتقد أن كلهم يريدوا السلام، أن تنتهي الحرب. طبعا أكيد سكان في عموم ليبيا يرحبوا بهذا الاتفاق، لأن هذا حقن دماء المسلمين وإنهاء مأساة أغلب المواطنين اللي الآن خارج بيوتهم في العراء، يعانون من مشاكل كثيرة جدا. طبعا الوضع في منطقة صعب جدا، وبالتالي أكيد الناس تفرح لأي بادرة للسلام أو مؤشر لتحقيق السلام. وطبعا احنا نامل ان تتحقق السلام فعلا في هذه المنطقه. طيب سيده تريكي، حتى يتحقق السلام في المنطقه، كيف سينعكس الاتفاق على مهمتكم في الجنوب؟ والله حيكون انعكاسات ايجابيه على باقي مناطق الجنوب. وسبق ان قلت هذه النواه الاولى لتامين الجنوب، وهذا ومن هذا المنطلق سوف يتامن الجنوب، سواء في باري او وجاد أو في القطرون أو في جميع مناطق الجنوب الحدودية حيتم التأمن بها. لكن أهم شيء ونركز عليه هي المصداقية للطرف الذي وقع على هذا الاتفاق، المصداقية في التنفيذ على الأرض. نحن مهمتنا هو الإشراف، لا أكثر ولا أقل من هذا العمل، ونطلب من الله أن ما تكونش في هذا الاتفاق أي خرقات. واللجنة التي كلفت من أعيان التبو وأعيان الطوارق والإشراف ومساعدة القوى المحايدة، نطلب منها العمل بمصداقية من ناحية الطرفين، وتسليم أي طرف من الطرف يخلق هذه الاتفاق والهدنة. سيد مادي، يعني المدنيون في الجنوب الليبي في باري تحديدا عانوا الكثير جراء هذا الحرب، من نزوح، من تدمير للبنية التحتية، من صعوبة في مسألة حتى علاج الجرحى أثر هذا الصراع. برأيك كيف يمكن أن ينعكس اتفاق اليوم على الواقع المعيشي في الجنوب الليبي؟ أعتقد من خلال ما أوضحوه المواطنين يعبر عن فرحة بالنسبة لهم عندما سمعوا بهذا الاتفاق، لأن بشكل أو بآخر المواطن
يعني يريد أن الطرق تكون مفتوحة، المسالك مؤدية، السيارات تذهب وترجع، البضائع كذلك، التعامل مع الناس يكون لا 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 يعيقه أي شيء، عندما مثل ما ذكروا عندما البوابات تزاح والاتصالات، يعني هو معروف أن المسافة ما بين سبها وهي عاصمة الجنوب إلى أوباري أكثر من 200 كيلومتر، فهذه المسافة في أغلبها هي مسكونة يعني إلا مسافة بسيطة، والتعامل على الأرض بهذه الطريقة عندما الناس يعني يذهبون ويرجعون في مسالك وطرق آمنة وبضائعهم أيضا تصل وهي آمنة، بالتأكيد الناس سيشعرون بالأمن والأمان، وهذا بيساهم بشكل كبير في 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 زيادة تعميق وتوطيد الاتفاق وأيضا الوصول إلى خطوات متقدمة حتى يصلوا إلى مرحلة التصالح الكامل. أما المعاناة طبعا بالتأكيد يعني في إطار غلق الطرقات و يعني مسالك تكون عبر طرق صحراوية، بالتأكيد الناس يعني بيعانوا من نقص في المواد سواء كانت الغذائية أو الطبية أو أي أو أي. طيب ذلك رصدته أيضا يعني العديد من المنظمات الدولية، مسألة ضعف الحياة المعيشية وترديها بواقع الصراع في الجنوب. ولكن سيد حمادي، بالحديث عن اتفاق اليوم، يعني ما الدور الذي لعبته الدولة الراعية قطر في 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 دعم مسار المفاوضات حتى وصوله إلى مبتغاه؟ الحمد لله، طبعا نشكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وكذلك نشكر دولة قطر الراعية لهذا الاتفاق. نحن دولة قطر وفرتنا المناخ والبيئة للنقاش فعلا لفترة طويلة، نحن نتناقش مع التبو وكذلك مع الوسطاء حتى استطعنا أن نعبر بهذا النصل، يعني ما كان ليتحقق لولا هناك مناخ يصلح للنقاش. يعني قطر تحملت مسؤولياتها في أيضا، وهذا جلي واضح، ونحن أيضا تحملنا مسؤولياتنا تنسيق مع إخواننا في ليبيا كلهم. الآن المناخ هو اللي أنتج هذا الاتفاق، فنامل أن يستمر، لأن لا يوجد أن فوباري حاولنا مدة سنة، أنا أعتقد أن هناك أكثر من 20 محاولة اجتماعات، وأيضا حاولنا أيضا في دول جوار سواء كان في تشاد وفي النيجر وفي الجزائر، وكذلك في بروكسل هناك لقاءات في بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وهناك لقاءات أيضا في إيطاليا، هناك شباب من التبو والطوارق في إيطاليا، هناك شباب والتبو والطوارق ذهبوا لبروكسل، لأن كلهم بحثا عن الحل للمخرج. لله الحمد نجح في قطر الآن، هذا دليل على أن هناك فعلا مناخ للنقاش. طيب. أراق للاثنين للطرفين التبو والطوارق فعلا، فوجدناها هذا دليل على أيضا على 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 تحمل المسؤولية في بعض الجوانب كثيرة، ونشكرهم عليها كثير، أن الناس رحب صدرهم لأنهم تحملوا كثير، قد يكون حتى وصلنا لمراحل الفض فعلا في مراحل وصلنا لأبواب مسدودة. إذن فيما يتمثل إذن أيضا الدور بالنسبة لكم سيد صندي، فيما يتمثل دور دولة قطر في هذا الاتفاق؟ طبعا كما تعلمين منطقة أوباري منطقة حدودية وغنية بالثروات الطبيعية، ونحن لا نستبعد أن يكون هناك أيادي خارجية وداخلية لعبت في إطالة عمر هذه الحرب. طبعا نحن لما جينا إلى قطر في قرارة أنفسنا نعلم أن دولة قطر لها تجارب في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية والعشائرية والقبلية في أماكن كثيرة من العالم، وبالتالي كانت ثقة عالية في الدور القطري نتيجة التجربة، وفعلا لعبت دور كبير جدا في وصولنا إلى هذا الاتفاق،
وأيضا طبعا نشكر بهذه المناسبة الأخوة القطريين وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وأيضا الأخ نايف وأبو فهد، هؤلاء الأخوة قطريون وقفوا معنا طيلة فترة المفاوضات ووفروا لنا البيئة المناسبة والمناخ الجيد لمواصلة المفاوضات ليل نهار، وتوج هذا الجهد باتفاق اليوم لإنهاء الحرب في منطقة أبالي. سيد التريكي، إذا بعد تجاوز العقبات التي شهدها مسار المفاوضات، هل يمكن الآن أن تمارس القوة الثالثة مهامها بسلاسة أكثر؟ والله إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربي يوفق الجميع إلى ما فيه صالح وهذه هذا الوطن. سيد التريكي، مدت يد الأول وتواصلنا مع أعيان الجنوب كلهم، لكن لكل حادث حديث ولكل حل الوقت. طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في الاتصال مع السيدة تريكي. أنتقل إليك سيد مادي، ما هي أهم العقبات التي تواجه مثل هذه المصالحة برأيك، خاصة وأنكم قائمون على مصالحات أخرى سابقا؟ ربما يعني إذا كان بنتطرق إلى السلبيات اللي ربما تأتي بعد هذا الاتفاق، هو أن يعني ممكن في أطراف بشكل أو بآخر لا تريد الاستقرار، لا تريد أن يعيش المجتمع في 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 توافق واتفاق وانسجام، ربما بشكل أو بآخر تحصل بعض الأشياء، ولكن طالما أن هناك إرادة قوية من الإخوة المشايخ ورجال الإصلاح، وهم بالتأكيد هم عندهم وجود على الأرض ومحترمين ويعملون يعني منذ مدة، ليس فقط هم الآن يعني شغلوا هذه الأيام، هم يعملون من البداية للوصول إلى مثل هذا الاتفاق، والآن وصلوا إلى هذا الاتفاق. أعتقد أنهم يعني أنا متفائل بأن أن هذا الاتفاق سيعطي أكله وسيتوج باتفاق شامل إن شاء الله. طيب سيد حمادي، لطالما واجهت الاتفاقات السابقة المتعلقة بالتهدئة تحديات عدة، برأيك أي التحديات تواجه اتفاق اليوم؟ والله أنا أعتقد اتفاقات غير، لأن التجربة مريرة، يعني مهما يكون التحديات لإرادة الإنسان أو إرادة المجرب، إحنا جربنا حرب مدة سنة وشهرين في أباري، ناس ضحوا كثيرا في هذه القصة، وهذا لا يسعني أن حتى ندعي لجرحانا بالشفاء، هناك جرحى كثيرين وابتري أطراف، وهناك نعاني معاناة كبيرة، العائلات أسر كثيرة. فأعتقد هذه الإراءة التجربة ليست محتاجة لتجربة، فعلا الناس عندها إرادة، الضامن هو الله، فعلا ربنا هو اللي يضمن تنفيذ كل الاتفاقات. لكن أيضا هناك داعم من جانب اجتماعي الآن قوي، سواء كان تبو ولا طوارق، وصل لقناعة، هناك مشايخ مجتمعين في الجنوب ومجتمعين في كل مكان، زي ما قلت في السابق هناك أيضا شباب مجتمعين، أيضا هناك تجربة سابقة. أخونا السيد سالم مادي اللي مسأله بالخير، هذا رجل معروف وقائد حوارات عدة، وأيضا صاحب طاولة مستديرة، هو يعرف تقينا في عدة اجتماعات لبناء ليبيا، فهذا يعرف له تجربة، ودمنا نظرة التأملية الحلوة هذه اللي شافها. فأنا أعتقد نضم صوتي لصوت سالم مادي، أستاذ سالم مادي، بنقول إن شاء الله ربي يعيننا على هذه، ونعتقد أنه هو ما فيش قناعة إلا قناعة الإرادة فعلا، والقناعة عن جد الناس اقتنعت وملت من الحروب في بالذات في أباري وفي ليبيا عموما، لكن أباري تبوا الطوارق الآن على قناعة بعد سنة وشهرين، اقتنعوا قناعة كاملة أن هذه الحرب لا مصلحة لهم فيها، ومعهم أطياف الجنوب. طيب سيد صندوق، اتفاق اليوم هل ينص على إجراءات معينة ليتم اتخاذها ضد من يخرق هذا الاتفاق إذا وقع خرق للاتفاق؟ طبعا
أول هذه الإجراءات أن طبعا نشكر دولة قطر اتصلت بالدول الجوار. طبعا تم التوقيع على هذا الاتفاق بتنسيق مع الدول الجوار اللي لها علاقة بالوضع في منطقة أباري. من ضمن أيضا من الإجراءات الأخرى التي تضمن هذا الاتفاق هو تشكيل مجلس حكماء لمراقبة وإشراف على الوضع الأمني في المنطقة، وأيضا لجنة أخرى تختص بالتعاون مع القوى المحايدة للقبض على الخارجين عن القانون وتسليمهم إلى هذه القوى، واتصال بدوي الخارجين عن القانون. وبالتالي يمكن نقول أن هذا الاتفاق شامل وكامل، فقط يتطلب إرادة الناس لتنفيذ على الأرض. طيب سيد التريكي، برأيك ما فرص صمود هذا الاتفاق؟ عاد السؤال، ما هي فرص صمود اتفاق اليوم؟ فرص صمود الاتفاق في كلمتين، هو التنفيذ على الأرض بتعاون الأهالي ومنطقة النزاع بالتعاون مع القوى المحايدة كما قال أخونا الشيخ محمد سامي، وهو تسليم أي واحد يخرق لهذا الاتفاق للقوى المحايدة. طيب سيد مادي، إذا في ظل عدم الوصول إلى توافق سياسي في البلاد اليوم، كيف سيلقي هذا الاتفاق بظلاله على مسار المصالحة الشاملة في ليبيا؟ بالنسبة للقوى الاجتماعية وهي تعي تمام الوعي على أن اللحمة الوطنية و النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ما بين كل المدن والقرى أعتقد والقبائل، أعتقد لابد أن نفصل بينها وبين الموقف السياسي. الموقف السياسي لا يجوز أن يدخل في العلاقات الاجتماعية. عندما ننضج أو تنضج هذه الفكرة عند كل مجتمعنا، هناك سيفصل ما بين السياسة وبين التعايش. نحن نريد أن نحن أهل وطن واحد، وأعتقد أن إخوتنا في الجنوب الليبي هم أكثر حرصا على قيام الدولة، ويملكوا من النضج والمعرفة والفهم الصحيح للدولة. نعم. ربما يعني أكثر من كثيرين. لهذا يتم إذن التساؤل. لهذا هنالك سؤال يطرح نفسه. اسمح لي سيد مادي أن أتحول إلى سيد حمادي. سيد حمادي، ما الخطوة القادمة الآن بعد التوقيع على الاتفاق من قبلكم؟ الخطوة القادمة الذهاب للميدان، واتفقنا أن نذهب هناك ونتم تنفيذ باقي الاتفاقات هناك. هل هنالك مدة زمنية محددة؟ لم نتقيد مدة زمنية محددة، لكن هناك مدة بشكل طبيعي تركناها مفتوحة، مش كثير لكن مدة مقيدة يتم الاتفاق عليها ومن ثم نلتقي. نحن هناك ورش عمل تبدأ من باكر، من وذوة تبدأ ورش عمل هنا في الدوحة جزء منها، وينطلق الباقي الوفود إلى أوباري لتستكمال باقي أو تقارب وجهات النظر الآن اللي موجودة، وهذا اللي صد أبواب الفتن أو أصحاب مصالح أو أصحاب الأجندات على القصة حتى لا يعكر صفو هذا الاتفاق. هناك تعرف جيدا اتفاق الضمانات اللي تطلبونها، ضمانات دولة وغيرها، لا توجد دولة هناك، دولة لا توجد دولة هناك، فقط اتفاقات ضمانات اجتماعية، وربنا هو الوحيد اللي يعلم إن شاء الله يساعدنا على ذلك أيضا. طيب سيد سندو، إذا هل ينطلي هذا الاتفاق أيضا على المناطق الأخرى الموجود فيها ممثلين عن تبو كالكفرة أو سبها؟ طبعا الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم اتفاق خاص بمنطقة أباري، يخص منطقة أباري. صراع ما بين التبو والطوارق، صراع الدائر في منطقة أباري. طبعا فيه مناطق أخرى أيضا فيها إشكاليات وأيضا فيها صراع واشتباكات ككفرة. طبعا الأخوة في قطر أيضا تعهدوا على اساس ان يتم تدخل، يتم ايضا التنسيق مع الاعيان القبيلتين في كفره لحل هذه الاشكاليه، وبالتالي احنا نتفائل خير من انهاء كافه الصراعات وعوده بالوطن. طبعا التبو انت ذكرتي ان في صراعات اخرى في مناطق اخرى، طبعا فعلا في كفره ايضا صراع مرير
في الفترة الأخيرة طبعا سقط أيضا عديد من القتلى والجرحى. في هذه اللحظات نأمل من كل إخوتنا في كل المناطق الصراعات الآن على مستوى الدولة الليبية أن ينتهجوا نهج هذا الاتفاق وأن يتم الصلح ما بين الإخوة المتحاربين. بهذه الرسالة إذا نختم حلقتنا اليوم، أشكركم جزيلا. نشكر ضيوفنا انضم إلينا في حوار الليلة في الاستوديو عضو الوفد المفاوض عن الطوارق مصطفى حمادي، شكرا لك. كذلك عضو الوفد المفاوض عن التابو محمد صندو، أشكرك جزيلا. أتقدم أيضا بالشكر لضيفنا الذي انضم إلينا عبر الهاتف آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب جمال التريكي، وكان معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة سالم مادي. تقبلوا تحياتي أنا علي عبد العظيم، ودمتم في أمان الله ورعايته.